ترجع لاحمد كرادة، يمشي لسبعة مصطفى الزين. طاقم تحكيم عالمي في هذه البطولة حقيقة، اعتقد ان هذا المشوار سيكون صعب على الفرق. اقصى من قبل من دقائق فريق الكويت من المنتخب الانجليزي، نتيجة اللقاء 2-1 حتى الان المنتخب الكويتي رصيده ولا نقطة، لكن حاول بكل الارقام ولكن لم يسجل. سجل الاثنين في المنتخب المصري ولكن اقصى بثمانية اهداف. المنتخب المصري هو الاول حتى الان في المجموعة الاولى، والمجموعة الثانية المنتخب المغربي.